مع انقطاع كل إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء بجانب الوقود والدواء عن قطاع غزة، يقترب المدنيون الفلسطينيون من خطر كارثة إنسانية ومن إبادة جماعية مع توصل العدوان الإسرائيلي الغاشم. مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حذر من شح مناطق الإيواء في القطاع وسرعة نفاذ الإمدادات والفرص المحدودة أو المعدومة في الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والأدوية وغيرها من الاحتياجات الأساسية. ورغم الدمار غير المسبوق مع تدمير أحياء بأكملها في شمال القطاع، إلا أن الكثيرين من السكان قرروا البقاء ورفضوا ترك أرضهم، بل إن الأمم المتحدة حذرت من أنهم يهربون من كارثة إنسانية. من جانبها أكدت وكالة أونروا أن المخاوف بشأن الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه مرتفعة نظرا لانهيار خدمات المياه والصرف الصحي، ومع استمرار الحصار يزداد يأس سكان القطاع على مدار الساعة مع نفاذ المياه بعد توقف المحطات عن العمل نتيجة نفاذ الوقود بجانب تراكم القمامة، بينما يضطرون بالفعل إلى شرب مياه مالحة وغير صالحة. وفي محاولة يائسة للحصول على مياه الشرب، بدأ بعض الأشخاص حفر أبار في مناطق للبحر واعتمدوا على مياه الصنبور المالحة من الخزان الجوفي الوحيد في غزة والملوث بمياه الصرف الصحي ومياه البحر. كما تطوع اثنان من سكان خان يونس بجنوب قطاع غزة لتعبئة قوارير بلاستيكية بالمياه من أجل توزيعها على العائلات النازحة. أزمة توفير الخبز لسكان القطاع، وهما كانوا يعتمدون عليه بصورة كبيرة في يومهم الطبيعي قبل اندلاع العمليات العسكرية وفرض الحصار، تتفاقم يوما تلو الآخر. إذ كشف المتحدث باسم منظمة الأنروا عدنان أبو حسنة أن المنظمة باتت تقدم رغيفا واحدا من الخبز على مدار اليوم لكل مواطن، بعدما باتت المخابز العاملة في القطاع غير قادرة على تزويدهم بما يحتاجونه، بينما قام الجيش الإسرائيلي بقصف مخازن للمنظمة تحتوي على مخزون استراتيجي للدقيق اللازم لإنتاج الخبز لقطاع غزة. المستشفيات المكتظة بالمصابين واللاجئين الذين يعتبرونها ملاذا آمنا هي تعاني حاليا من نقص كبير للأدوية والوقود، إذ يهرع إليها الأطباء لمساعدة عدد متزايد من المرضى، والذين من بينهم عدد كارثي من أطفال أصيبوا في ضربات جوية. ويقول الأطباء إن الحالات الأكثر خطورة فقط هي التي تخضع لعمليات جراحية نظرا لعدم كفاية الموارد. وفيما تستمر سيارات الإسعاف في الوصول بالمصابين، يواجه المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة احتمال تعطل الأجهزة الطبية. هذا ومن جانبه أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، أعلن بأن قطاع غزة بحاجة إلى كمية هائلة من المساعدات الإنسانية قدرها 100 شاحنة في اليوم. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة يتكدسون في منطقة أصغر من أي وقت مضى، وأن المواد الأساسية المنقذة للحياة قد نفدت، إذ دعت إلى هدنة إنسانية من أجل السماح بوصول المساعدات الإغاثية والإنسانية.
إذن مشاهدينا نتابع مع حضراتكم لحظة وصول الأمين العام للأمم المتحدة لرفح المصري لعقد مؤتمر صحفي عالمي. إذن مشاهدينا كما قلت منذ قليل نتابع الآن مع حضراتكم لحظة وصول الأمين العام للأمم المتحدة لرفح المصري لعقد مؤتمر صحفي عالمي. ونحن الآن مشاهدينا في لحظة يعني حالة ترقب لحظة فتح معبر رفح. الآن أيضا ما زال هناك العديد من الطائرات التي يتم وصولها إلى مطار العريش لنقل كل هذه المساعدات الإغاثية والطبية إلى سكان قطاع غزة. الحقيقة هناك العديد من المواطنين الذين يحملون رسائل دعم للأشقاء في فلسطين ويقولون أن ما حدث في قطاع غزة وبالأخص من بعد استهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة والتي هي تعتبر من أقدم المستشفيات في القطاع هو يعتبر مجزرة لم يسبق لها مثيل ولا يمكن وصفها وتمثل جريمة حرب مكتملة الأركان يجرمها القانون الدولي يجرمها القانون الإنساني كل المواثيق وكافة المواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان. My name is Sara Met on behalf of the World Youth Forum. Mr. Secretary General, my name is Sara Badra. I am the spokesperson of the World Youth Forum. Yes. I am also a nominee. For the youth office under your leadership. Mr. Secretary General, on behalf of the World Youth Forum and all of the youth around the world, we condemn the bombardment of innocent سيد الأمين العام بالنيابة عن منتدى شباب العالم وكل الشباب حول العالم نحن ندين قصف الحياة البريئة في غزة وندعو لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن ما يحدث ضد خرق للقانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة من سيناء أرض السلام ندعو لسلام دولي مبادرة سلام دولي نحن كشباب ندعم في دعوتك لوقف إطلاق النار نحن معنا موحدين للإنسانية متوحدين للسلام في الشرق الأوسط في هذه الأوقات الظالمة يجب أن نقف معا للإنسانية وندعم السلام في الشرق الأوسط معا نقف معا للإنسانية سيد الأمين العام I think they are just I think they came all أعتقد all of them أنهم جاءوا جميعا هنا لهذا السبب متطوعين سيداتي وسادتي من الصحافة من المستحيل أن تكون هنا
to feel a broken heart. أن تشعر بأن يكونك قلب محط. نحن نشاهد تناقض بين خلف هذه الأسوار. لدينا 2 مليون شخصا يعانون بشكل كبير. لا يوجد لديهم مياه أو طعام أو دواء أو غاز أو وقود. وهم تحت النيران ويحتاجون كل شيء للنجاة. في هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات محملة بالمياه بالطعام بالوقود بالدواء والطعام. بالضبط نفس الأشياء التي نحتاجها أن تكون في هذا الجانب من الحائط. إذا هذه الشاحنات ليست فقط أي شاحنات لكنها خط حياة. هي الفارق بين الحياة والموت للكثيرين في غزة. ورؤيتهم عالقين هنا يجعلني أكون واضحا جدا. ما نحتاجه أن أريدهم أن يتحركوا تحريك هذه الشحنات للجانب الآخر من الحائط في أسرع وقت ممكن وبأكثر كمية ممكنة. الآن مؤخرا أعلن من إسرائيل والولايات المتحدة أن المساعدات الإنسانية سيسمح لها بالدخول لغزة. وأنا أعلم أيضا أن هناك اتفاق بين مصر وإسرائيل لجعل هذا ممكنا. لكن هذه الإعلان تم ببعض الشروط والقيود. لذا نحن الآن نعمل بشكل فعال مع كل الأطراف. نعمل بشكل فعال مع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة للتأكد من توضيح هذه الشروط والحد من هذه القيود من أجل إدخال هذه الشاحنات في أسرع وقت ممكن للمكان المطلوب فيه. لا نحتاج بشدة إدخال هذه الشاحنات في أسرع وقت ممكن وأكثر كمية ممكنة. لكن من أجل ذلك يجب أن يكون هناك مجهود مستمر. نحن لسنا بانتظار قافلة واحدة لكن نحن بانتظار قوافل بأعداد ذات معنى بشاحنات للدخول كل يوم لغزة لتوفير الدعم الكافي للشعب في غزة. في ناحية أخرى هناك متطلبات للتوثيق. هذه التوثيق يجب أن تكون فعالة ولكن في نفس الوقت هذه التوثيقات يجب أن تتم بطريقة عملية وبطريقة سريعة. On the other hand, على جانب الآخر نحن في بلد ذات سيادة مصر وهذا ضروري لإدراك للإقرار بقوانين المؤسسة المصرية باسم الهلال الأحمر المصري. من أجل أن تحويل نقل المساعدة لهذا الجانب يجب أن نوفر الوقود. لذا يجب أن نضمن وجود وقود كافي في هذه الجهة لأوصالهم للمحتاجين. لذا واضح للغاية It is absolutely essential أنه ضروري جدا حل هذه المشكلة في أسرع وقت وبسلاسة لتأكيد هناك دعم كبير وإنساني للشعب في غزة. للأسف هذه ليست عملية إنسانية عادية. هذه عملية في منطقة حرب وهذا هو سبب
المناشدة لإطلاق الوقف إطلاق نار إنساني. أنا أستطيع أن أرى هذا شرط مسابق لإيصالات المساعدات الإنسانية. لا أريد عقاب الشعب في غزة مرتين، أولا بسبب الحرب وثانيا بسبب فقدان الغيث الإنساني، لكن واضح أن وقف إطلاق نار الإنساني سيسهل الأمور ويجعلها أكثر أمانا للجميع. وأريد أن أعبر بامتناني الخالص للشعب وحكومة مصر. هي مصر هي العمود الأساسي التي سيوفر الأمل لهذا الجانب والأمل لنقل الشاحنات لدعم الشعب. وأنا غيث الطعام، مساعدات الطعام ومساعدات إنقاذ الحياة ستنتقل أيضا للشعب، للناس الذين يحتاجونهم. أمل أن هناك سيكون مستقبل، ويوما ما سيكون إسلام بحل الدولتين مع الفلسطينيين وإسرائيليين يعيشون في سلام في بلدين جانبا إلى بعضهم البعض. شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا الكرام، كنا نتابع مع حضراتكم هذا المؤتمر الصحفي العالمي للأمين العام للأمم المتحدة. بدأ الحديث بأنه من المستحيل أن تكون هنا ولا تشعر بالأسى والحزن وكسرة القلب لنشاهد هذا التناقض الكبير خلف هذه الأسوار من الشعب الفلسطيني الذي يعاني من نفاد كل الأمور الحياتية الأساسية، من نفاد الوقود، الكهرباء، الغذاء والمياه، وحتى هم تحت النيران ويحتاجون إلى كل شيء للنجاة. أما من الجانب الآخر ومن الجانب المصري ومن معبر رفح، لدينا الكثير من الشاحنات المتحدة
المحملة بالوقود والطعام والمعدات الطبية والإغاثية والإنسانية، والتي تعتبر هذه الشحنات الحية قال أنها خط حياة والفارق ما بين الحياة والموت للكثير من سكان قطاع غزة. ذكر أن ما نحتاجه الآن هو تحريك الشاحنات في أسرع وقت ممكن وبأقصى كمية. ومؤخرا تم الإعلان من قبل جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بأن هذه المساعدات سيسمح بالفعل بدخولها إلى قطاع غزة، وأن هناك اتفاق ما بين إسرائيل وبين الدولة المصرية لجعل هذا ممكن. نحن الآن يعملون بشكل فعال مع كل الأطراف، مع مصر ومع جانب الأمريكي وحتى مع الاحتلال الإسرائيلي، للتأكيد من توضيح الشروط والحد من كل القيود لضمان دخول هذه المساعدات في أسرع وقت. ولكن من أجل ذلك يجب أن يكون هناك مجهود مستمر، ونحن بالفعل في انتظار قوافل إلى الداخل الفلسطيني ومن معبر رفح لدخولها لتوفير كل الدعم الكامل لقطاع غزة من وقود ومعدات إنسانية وحتى طبية. ونحن الآن نتحدث، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بأن الدولة المصرية ذات سيادة، وهو ضروري للإقرار بكل قوانين المؤسسة المصرية لنقل هذه المساعدات. يجب أن نضمن حتى بشكل كافي من هذه الجهة لضمان دخول كل المساعدات، ويجب وضروري حل هذه المشكلة فورا للتأكيد على ضمان توفير كل الأمور الأساسية والحياتية لسكان قطاع غزة. ولذلك يعني هو يناشد بوقف إطلاق النار الإنساني لدخول كل هذه المساعدات ليسهل الأمور لكل سكان قطاع غزة وللجميع، وعبر عن امتنانه لحكومة الدولة المصرية وللشعب مصر، وهي وصف الدولة المصرية بأنها العمود الأساسي الذي يبعث الأمل لكل سكان قطاع غزة وبشكل عام لكل الجانب الفلسطيني. طيب، لمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. دكتور أيمن، يمكن الآن شهدنا هذا المؤتمر الصحفي العالمي للأمين العام للأمم المتحدة، تحدث وعبر عن الحزن وعن الأسى وعن كسرة القلب لما شاهده من أمام معبر رفح من ناحية المصرية والناحية الإنسانية، ووقوف العشرات والألفات من المصريين الذين ينددون ويحملون رسائل دعم للأشقاء الفلسطينيين، ويقولون أن ما يحدث الآن في فلسطين وبالتحديد في سكان قطاع غزة هو يعني جريمة يجرمها القانون الدولي وحتى اتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة كل المدنيين أثناء الحرب. كيف تابعت هذا المؤتمر وهذه الكلمات للأمين العام للأمم المتحدة؟ أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد الكلمات والتفاصيل التي تحدث عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هي بتشكل ضمير للعالم، ضمير العالم الذي يراقب هذه المأساة الإنسانية الكبيرة ويراقب تحدي إسرائيل لهذه المأساة. إسرائيل حتى هذه اللحظة رغم كل المناشدات من كل الدول ومن الأمم المتحدة ومن أنطونيو غوتيريش أكثر من مرة، ترفض حتى هذه اللحظة إدخال الشاحنات، رغم أن هناك اتفاق بالفعل على دخول على الأقل في المرحلة الأولى دخول 20 شاحنة، وبعد ذلك يمكن دخول باقي الكميات. إسرائيل في تقديري ما زالت حتى الآن تلعب لعبة صفرية، لعبة تقوم على تحقيق أهدافها هي فقط دون النظر إلى الآخرين، حتى المطالب التي تتعلق بالجوانب الإنسانية وليس المطالب السياسية. إسرائيل بتستخدم في الوقت الحالي سياسة الأرض المحروقة، تقوم بعمل كل شيء، هدم المنازل على ساكنيها، منع الكهرباء والمياه من الوصول إلى قطاع غزة، وهذه جريمة حرب بامتياز ويعاقب عليها القانون. وأنا في رأيي توثيق مثل هذه الجرائم وهي بالفعل موثقة وعلى الهواء مباشرة هي دليل إدانة كبير لكل قادة إسرائيل وكل من اتخذوا هذه القرارات بحق مدنيين لا ذنب لهم إلا أنهم يسكنون هذا المكان وهذه الجغرافيا. لذلك كلمات الأمين العام في تقدير هي صيحة العالم، صيحة ضمير للعالم. ننتظر خلال الساعات القليلة القادمة ربما إسرائيل تتجاوب مع الاتفاق الذي أعلنه وتحدث عنه أيضا الرئيس جو بايدن في كلمة بالأمس، تحدث أنه بالفعل توصل مع إسرائيل والجانب المصري على دخول المساعدات. مصر الجانب بالمناسبة المعبر من الجانب المصري لم يغلق على الإطلاق، ودائما كان مفتوحا، لا من يغلق المعبر. وهو ما ذكره دكتور أيمن السيد الرئيس في كل لقاءاته في الأيام الماضية وفي خطاباته خلال الأيام الماضية أن هذا المعبر لم يتم إغلاقه من قبل الجانب المصري.
بالتأكيد، وهذا نقطة لا يجب أن يكون يعلمها الجميع سواء في مصر أو في المنطقة العربية أو حتى في العالم. الذي يغلق المعبر من الجانب الفلسطيني هي إسرائيل، ومن عطل دخول المساعدات جاهزة منذ أيام طويلة، من عطل دخول هذه المساعدات هي إسرائيل، لأنها قامت بقصف المعبر أكثر من مرة من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي أحدثت مشاكل كبيرة جدا في الطرق، والطرق المؤدية معروف أن هناك شارع واحد بيؤدي من معبر رفح الفلسطيني إلى الداخل قطاع غزة، وهو شارع صلاح الدين. إسرائيل قصفت هذا الشارع أكثر من مرة وعملت فيه أكثر من حفرة، وبالتالي مرور الشاحنات كان صعبا للغاية. الجانب المصري يقوم بكل شيء الآن، يقوم بالاتصالات الدولية وإقناع العالم بأن هذا المسار الإنساني هو مسار عاجل لا يمكن تأجيله، وفي نفس الوقت أيضا يقوم بالعمل على إصلاح هذه التلفيات التي أحدثتها الهجمات والضربات الإسرائيلية. وفي ذات الوقت الجانب المصري يعد كل هذه المساعدات، سواء مساعدات من الهلال الأحمر المصري والمؤسسات المصرية أو مساعدات قادمة من الدول الأخرى. مصر تحاول أن تسبق الدبلوماسية لغة البندقية والرصاص، في حين تحاول إسرائيل وداعميها الغربيين أن تكون اللغة والعنوان الوحيد هو لغة هذه الصواريخ وهذه القنابل وهذه آلة الحرب القاتلة. لذلك تحاول مصر أيضا أن تسبق الدبلوماسية من خلال قمة القاهرة التي سوف تعقد غدا للسلام، قمة لفرض السلام. طيب دكتور أيمن، سنتحدث عن هذه القمة الدولية الإقليمية التي ستعقد غدا في القاهرة، بس خليني أتكلم مع حضرتك الأول عن هذه النقطة. يمكن الجهود المصرية كانت قوية واضحة منذ اندلاع هذه الأزمة، رأينا هناك حراك دبلوماسي وتحركات سريعة من قبل السيد الرئيس بلقاء عدد من رؤساء وقادة دول العالم. خلينا نتكلم أيضا بعد إرسال هذه المساعدات الطبية والإغاثية التي تنتظر أمام معبر رفح، وحتى حملات التبرع بالدم التي كانت تجوب كل محافظات جمهورية مصر العربية، والآن بعد وصول الأمين العام للأمم المتحدة وهذه الإدانة الدولية لما يحدث داخل قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، كل هذه التحركات والقمة التي ستعقد غدا، ما هي الانعكاسات المباشرة على أرض الواقع في هذه الأزمة؟ هل يعني مثلا سنشهد سرعة دخول المساعدات في أقرب وقت؟ هل سيكون هناك هدنة لوقف إطلاق النار، فك الحصار على كل أهالي قطاع غزة؟ يعني أول ثمرة وأول نتيجة للجهد المصري والجهد الكبير جدا الذي بذله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يوم 7 أكتوبر الجاري، أنه الآن أصبح هناك نوع من التعادل النسبي في الموقف الدولي والموقف الإقليمي لما يجري في قطاع غزة. في الأيام الأولى كانت هناك رواية واحدة هي الرواية الإسرائيلية، وهذه الرواية الإسرائيلية يعني شطحت وتجاوزت كل الخطوط رد الفعل، وبدأت تحاول في تفكير وتنفيذ استراتيجيات قديمة بما فيها محاولة دفع سكان قطاع غزة إلى خارج القطاع إلى شبه جزيرة سيناء، ودفع سكان الضفة الغربية إلى الأردن. إسرائيل اعتقدت أن الدعم والزخم لها في الأيام الأولى يمكن أن يوفر لها فرصة مثالية لتحقيق هذا الحلم القديم، لكن مصر والدبلوماسية المصرية والدبلوماسية الرئاسية التي قادها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت أن تعيد التوازن لهذا الموقف الدولي الذي كان مختلا في البداية بالمناسبة، وبالتالي أصبحت الأصوات الآن تنادي بالعكس، تنادي باحترام بقاء الفلسطينيين على أراضيهم، تندد بمحاولة إسرائيل تهجير الفلسطينيين ونقلهم خارج أراضيهم، تصف هذه المحاولة الإسرائيلية بأنها جرائم حرب متكاملة الأركان ولا يمكن للعالم أن يقبلها، وبدأت أصوات حتى في الغرب بما فيها تحدث السيد الرئيس مثلا عن تفهم المستشار أولاف شولتز للرؤية المصرية الرافضة لفكرة التهجير القسري للفلسطينيين. هذا أمر وهذه نتيجة مهمة للغاية، لأن لو نجحت إسرائيل في الأيام الأولى من تهجير الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم كانت انتهت القضية الفلسطينية وكان تم تصفية القضية الفلسطينية، لأن الدولة تتكون من أرض وشعب وسلطة. واستكمالا لكلام حضرتك دكتور أيمن، قال إذا حدث بالفعل هذا الأمر سيحدث له أمر مماثل، وهو نقل وتهجير كل سكان الضفة الغربية إلى الأردن أيضا. بالضبط، لأن إسرائيل جهزت أو لديها الآن خطة تسمى الدرع الواقي 2، هدفها طرد كل الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية، وعندما نقول الضفة الغربية الضفة الغربية لنهر الأردن،
تريد دفعهم إلى الضفة الشرقية من نهر الأردن، أي دفعهم إلى المملكة الأردنية، وبالتالي تصبح الأراضي الفلسطينية بلا شعب، وتصل إسرائيل إلى النتيجة التي تخطط لها منذ فترة طويلة، وهي ألا يكون هناك أرض شعب على الأرض، وبالتالي لا تكون هناك دولة. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، إسرائيل وصفت واتهمت كل سكان غزة بأنهم إرهابيون وأنهم يكرهون السامية وما إلى ذلك، وكلهم يستحقون القتل. وصل الأمر إلى اتهام يعني المسؤولين الإسرائيليين لسكان غزة بأكثر من ذلك. لكن مصر والجهد المصري وجهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أيضا أن يخلق توازن في هذه الرؤية. الجميع الآن يتحدث عن الأبرياء والمدنيين والنساء والأطفال العزل الذين ليس لهم جريرة في مثل هذه الحروب، والذين بموجب كل قرارات الحرب وقوانين الحرب وأخلاقيات الحرب يجب أن يتم حمايتهم. وصل التأثير المصري والفعل المصري أن الرئيس جو بايدن الذي قال في يوم من الأيام، والذي قالها 3 مرات، أنه إذا لم تكن إسرائيل موجودة لاخترعناها، هذا الرئيس الأمريكي أقر وقال على إسرائيل أن تتقيد بأخلاقيات الحرب. حتى لو لم تلتزم إسرائيل بكلام الرئيس جو بايدن، لكن مصر والفعل المصري والتأثير المصري استطاع أن يصل إلى كل صانع القرار في الغرب ويعيد تشكيل الرواية الحادثة الآن فيما يحدث في قطاع غزة. النقطة الثالثة وهي في غاية الأهمية، إسرائيل دائما خلال الأيام الماضية كانت تحاول تصدير رواية واحدة بأن المشهد الحالي بدأ يوم 7 أكتوبر، لكن ما قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الهواء مباشرة عدل الصورة بأن الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وغياب أفق لحل هذه القضية 48. ليس القصة لم تبدأ 7 أكتوبر، القصة بدأت منذ 75 عاما. صحيح، العقود يمكن حوالي نصف قرن. وأنا عايزة أسأل حضرتك دكتور أيمن، يعني تحدثنا في البداية عن القمة المرتقبة غدا، ونأمل بأن نصل إلى حل ونتفادى كل الأمور السلبية التي لم تنجح في الإصال إلى حل في هذه القضية الفلسطينية. دكتور أيمن، إلى أي مدى نجح السيد الرئيس بشكل قاطع وبشكل سريع في تحريك كل المجتمعات الدولية نحو سرعة الجلوس والتوافق حول سرعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟ وإلى أي مدى يأتي هذا انطلاقا من دور مصر الرائد والتاريخي وعقيدتها الراسخة بأن القضية الفلسطينية هي تعتبر قضية العرب الأولى، وأن مصر والدولة المصرية هي المدافع الأول عن هذه القضية؟ يعني أتفق مع توصيفك تماما. ربما ما قاله أنطونيو غوتيريش منذ دقائق بأن الدولة المصرية هي عمود الاستقرار، هي محور السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. هذا التقدير العالمي ليس فقط من الأمين العام للأمم المتحدة، كل دول العالم، كل دول المنطقة تنظر إلى مصر باعتبارها دولة رشيدة ودولة مسؤولة، دولة تعرف حدود يعني مسؤوليتها بشكل جيد للغاية، دولة تؤمن بالسلام. الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث كثيرا عن الاستثمار الذي جرى خلال السنوات والعقود الماضية في السلام، ولا يجب أن يهدر هذا السلام. هذا الإيمان بالسلام والإيمان بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين والدولة الفلسطينية وتمسك الدولة المصرية بأن يكون هناك تقرير مصير للشعب الفلسطيني من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67، هذه الرؤية المعتدلة والوسطية والحقيقية والتي تعبر عن أمان كل الشعب الفلسطيني في الضفة وفي القطاع وفي القدس الشرقية، العالم في تقدير يجمع عليها ما عدا إسرائيل. لذلك سوف نشهد غدا زخم كبير، سوف نشهد حضور غير مسبوق، هناك حديث عن أكثر من 20 أو 21 دولة سوف تحضر هذه القمة. جمع كل هذه الدول في فترة قصيرة للغاية تحت ألسنة اللهب التي تشعلها إسرائيل في قطاع غزة، أنا في رأيي هذه معجزة دبلوماسية بمعنى الكلمة. من يعملون في المجال الدبلوماسي يدركون صعوبة هذا الأمر، لأن كل الدول وكل القادة لديهم ارتباطات في ظل هذا العالم المشتعل. جمع كل هؤلاء القادة في القاهرة وتوجيه رسالة واحدة حول السلام وحول ضرورة أولا تخفيض التصعيد، ثم وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، والبحث عن أفق سياسي حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي مرة أخرى. أعتقد هذه هي الرسالة التي سوف تنطلق من القاهرة غدا، وسوف يجمع عليها الجميع، سواء من المنطقة العربية، من منطقة الشرق
الشرق الأوسط من مختلف دول القارات. يعني هناك مؤشرات على أن الحضور غدا سوف يكون من كل قارات العالم، تأكيدا ودعما للرسالة المصرية وتأكيدا ودعما للرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل القضية الفلسطينية. وحضرتك تتحدث دكتور أيمن عن رؤية الدولة المصرية ونتحدث عن القمة، إلى أي مدى تأتي هذه القمة لتكون بمثابة شهادة ثقة في رؤية الدولة المصرية باعتبارها إذا أمكن القول هي تمتلك كل مفاتيح حل الأزمات سواء كانت الدولية أو الإقليمية وبصفة خاصة القضية الفلسطينية؟ وأيضا كيف تحول الجهد المصري من يعني وسيط لهذا الصراع إلى راع وشريك للسلام في القضية الفلسطينية؟ طبعا صحيح، يعني أولا مصر هي أكثر دولة لديها فهم لتعقيدات القضية الفلسطينية، أكثر دولة لديها رؤية للحل. مصر عندما تتحدث عن حل الدولتين تتحدث عن حل متفق عليه دوليا، تتحدث عن حل موثق في القوانين الدولية والمواثيق الدولية. حل الدولتين بالمناسبة تم طرحه الأول مرة في اتفاقيات أوسلو من 30 سنة في سبتمبر 1993، مر 3 عقود كاملة وإسرائيل ترفض هذا الطرح، طرح من جديد في عام 2007 في مؤتمر أنابلس في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ديسمبر عام 2012 تم قبول الدولة الفلسطينية على هذه الحدود، حدود 4 يونيو 67 في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 171 دولة ومعارضة 6 دول فقط. وبالتالي مصر تنطلق من القانون الدولي ومن القانون الدولي الإنساني ومن التوافق الدولي حول الرؤية لحل هذه القضية الفلسطينية. لذلك عندما تتحدث مصر يستمع إليها الآخرون، عندما تطرح مصر الرؤية الجميع يتأكد أنها أولا تتفق مع رغبة حقيقية في يعني إثبات وتكسير وتعميق السلام في المنطقة، وفي نفس الوقت دعوة تنطلق من الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. طب دكتور أيمن، يعني بعد نفاذ المياه والوقود والكهرباء وكل الأمور الأساسية للنجاة في قطاع غزة، وبعد كل هذه المشاورات المكثفة والاتصالات المكثفة من قبل السيد الرئيس بعدد كبير جدا الحقيقة من قادة ورؤساء دول العالم، وحتى بعد استمرار وصول العديد من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية وتصميم الجانب والاحتلال الإسرائيلي على قفل أو قفل المعبر من ناحية فلسطين، من وجهة نظر حضرتك ما هي الخيارات التي أصبحت متروكة الآن للشعب الفلسطيني؟ أنا على ثقة أن المعبر سوف يتم فتحه خلال الساعات القليلة القادمة، لأنه أصبح بالإضافة للجهد المصري أصبح أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل هذه المسؤولية أمام العالم. الرئيس جو بايدن تحدث أكثر من مرة بأن المعبر سوف يفتح خلال الساعات القادمة بعد إصلاح التلفيات التي حدثتها إسرائيل. ربما المرحلة الأولى فقط سوف تكون 20 شاحنة، لكن أنا على ثقة كاملة أنه عندما تدخل الدفعة الأولى من هذه الشحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية والدوائية والطبية للجرحى والمصابين والشعب الفلسطيني سوف تدخل باقي الكميات الأخرى، وسوف تتوافد من كل دول العالم ومن الشعب المصري كميات أخرى من المساعدات إلى الشعب الفلسطيني. عندما تدخل المساعدات في تقديري سوف يتم تخفيض التوتر، لأن هذه المساعدات على الأقل في المرحلة الأولى سوف تصل مسافة تصل حوالي 21 كيلومتر، لأن غالبية المنطقة التي رفضت إسرائيل دخول المساعدات إليها تقتصر على المنطقة الشمالية من القطاع ومساحات حوالي 19 كيلو. عندما تدخل المساعدات سوف تؤدي لخفض التصعيد، ووقتها صحيح. يمكن الحديث عن وقف كامل لإطلاق النار وهو ما تقوم به الدولة المصرية والقيادة السياسية في مقدمتها السيد الرئيس من جهود قوية جدا وواضحة منذ اندلاع هذه الأزمة لوقف إطلاق النار على سكان قطاع غزة. أنا بشكر حضرتك دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. أيضا في نفس ذات الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة. دكتور برحب بك يا فندم معنا إلى هذه التغطية. خليني أبدأ الحديث مع حضرتك بمسألة تعنت الجانب الإسرائيلي بعدم فتح المعبر ودخول كل هذه الشحنات والمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى قطاع غزة بالرغم من الضغط المصري والضغط الدولي لدخول كل هذه المساعدات. على ماذا تعول إسرائيل ويعول الجانب الإسرائيلي؟ إسرائيل تعول على قتل 2 مليون أو أكثر في قطاع غزة، عدم رشد نتنياهو، عدم رشد القيادة السياسية أو العسكرية في إسرائيل ضد أي عمل إنساني
تقوم به مصر أو العالم. حتى أن جو بايدن يعني أبلغ الرئيس قبل عودته للولايات المتحدة الأمريكية، أبلغ الرئيس السيسي بأنه اتفق مع الرئيس السيسي بأنه يجب يعني تسهيل بكل المساعدات، ولكن الموقف ليس عند مصر. مصر ترغب في دخول أكثر من 20 شاحنة، ترغب في أن تدخل كل الشاحنات دفعة واحدة. كما قال جوتيريش، نحن أمام إبادة جماعية 2 مليون أو أكثر، ولكن جوتيريش اليوم كضمير للأمم المتحدة وممثلها وممثل للأمم. دكتور أشرف، أبقى لو يعني أرجو لو تبقى معي لدقائق، سأعود إليك بعد دقائق قليلة. حيث خرجت مظاهرات حاشدة في عموم محافظات الجمهورية، وذلك تلبية لنداء الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين ووقف العدوان على أهل غزة. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع مع حضراتكم هذه اللقطات لهذه التظاهرات، الغضب لعدد من المواطنين المصريين داخل جامع الأزهر تلبية لدعوة السيد الرئيس بنزول الملايين وعشرات الملايين لرفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى سيناء. يمكن المواطنون مشاهدينا الكرام يحملون رسائل دعم الأشقاء في فلسطين ويقولون أن ما يحدث الآن في قطاع غزة هو يعتبر مجزرة لم يسبق لها مثيل ولم يشهدها التاريخ منذ قبل، هي تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، يجرمها القانون الدولي، يجرمها القانون الإنساني وكافة المواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية. والحقيقة تعد انتهاك صريح حتى لاتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة كل المدنيين أثناء الحرب. المواطنون ينددون بقيام إسرائيل بحصار قطاع غزة ونفاذ المياه والكهرباء والغذاء وحتى الأمور الأساسية الحياتية داخل القطاع، ويصفون أن ما يمارسه الكيان الصهيوني الإسرائيلي من قتل ومن تخريب ومن دمار ومن إرهاب حتى هو بصمة عار يسطرها التاريخ بأشد عبارات الخزي وحتى العار. المواطنون المصريون يشيدون الحقيقة بالموقف المصري الذي اتخذه السيد الرئيس منذ اندلاع هذه الأزمة ورفضه الكبير لفكرة تصفية القضية الفلسطينية وتهجير كل الفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى سيناء، وقال إذا حدث هذا الأمر سيحدث أمر مماثل وهو تهجير ونقل كل سكان الضفة الغربية إلى الأردن. الحقيقة أنه أعلن السيد الرئيس أن فلسطين هي في القلب، لكن سيناء خط أحمر، ولذلك دعا كل المصريين إلى تفويض السيد الرئيس لاتخاذ كل ما يلزم حماية الأمن القومي المصري. ذلك تشهد العديد من المحافظات المصرية وحتى الجامعات المصرية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلي والتي حتى استهدفت مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة والذي هو يعتبر من أقدم المستشفيات في القطاع، ولتأييد الموقف المصري وموقف السيد الرئيس الداعم للقضية الفلسطينية وحتى الموقف الراهن حيال الأزمة الراهنة والتي اندلعت في قطاع غزة. حتى أن هناك العديد أيضا من تظاهرات الغضب التي هي الآن موجودة أمام معبر رفح تطالب بفتح المعبر لدخول كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى داخل القطاع.
كان هناك حملات تبرع بالدم تجوب كل محافظات جمهورية مصر العربية، حتى أنه هناك قمة دولية إقليمية مرتقبة غدا ستعقد في القاهرة، يجتمعون كل هؤلاء القادة تحت المظلة المصرية، ونجح بالفعل السيد الرئيس بشكل قاطع وخلال أيام قليلة في تحريك المجتمعات الدولية وسرعة تواجدها لسرعة الجلوس والتوافق حول سرعة وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة والحفاظ على أرواح الأبرياء بعد هذه التلبية الواسعة من قبل السيد الرئيس لعقد هذه القمة الإقليمية الدولية، والتي تأتي الحقيقة انطلاقا من دور مصر الحيوي والتاريخي والرائد، وحتى عقدتها راسخة بأن القضية الفلسطينية تعتبر هي القضية الأولى للعرب وللدولة المصرية، وأن الدولة المصرية هي المدافع الأول عن هذه القضية، والدليل حجم الاستجابة الدولية التي لقتها دعوة السيد الرئيس لعقد هذه القمة التي هي بمثابة شهادة ثقة في رؤية الدولة المصرية باعتبارها تملك كل مفاتيح حل الأزمات الدولية والإقليمية وبالأخص وبشكل خاص القضية الفلسطينية. إنهاء الصراع التاريخي ما بين فلسطين وبين الجانب الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي هو استمر لعقود طويلة تعدت نصف قرن، ولن يتحقق إلا من خلال تنفيذ الرؤية المصرية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. يمكن الشرق الأوسط الآن يشهد حالة من التوتر ومن القلق إزاء تصاعد الأحداث في قطاع غزة وسط إصرار الجانب الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي على مواصلة قصف قطاع غزة دون انقطاع، بالإضافة إلى رفض حتى دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وفي ظل انقسام المجتمع الدولي بين صامت للأسف وما بين مؤيد لهذه الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين وشرعيتها حتى باعتبارها دفاعا عن النفس وليست سياسة عقاب جماعي، وهو ما يفسر أهمية انعقاد هذه القمة وأهمية دعوة السيد الرئيس السيسي بعقد قمة دولية إقليمية غدا في العاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان القاهرة للسلام 2023 لمناقشة كل المستجدات التي يشهدها قطاع غزة. من المقرر مشاهدينا الكرام أنه غدا سيكون هناك حضور لكافة القوى الدولية والإقليمية باختلاف توجهاتها وموقفها، تجتمع تحت المظلة المصرية من أجل إجراء حوار جاد حول ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة وسرعة وصول كل المساعدات إلى داخل القطاع. الأيام الماضية ومنذ اندلاع هذه الأزمة دعونا نتحدث عن الدور المصري القوي والجلي والواضح للغاية. كان هناك العديد من التحركات السريعة وحراك دبلوماسي بلقاء السيد الرئيس لعدد من قادة ورؤساء العديد من دول العالم، لعل من أبرز هذه اللقاءات هو لقاء جمع السيد الرئيس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وحتى لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولز. تحدث السيد الرئيس عن عدد من النقاط القوية جدا، وكان هناك ردة فعل قوية للسيد الرئيس حين قال أنه إذا استدعى الأمر سيطلب من ملايين المواطنين المصريين النزول إلى الشارع المصري، يطالبون برفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية ويرفضون حتى مسألة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، ولأنه إذا حدث هذا الأمر سيحدث تصفية للقضية الفلسطينية وأمر مماثل بتصفية وتهجير كل المواطنين من الضفة الغربية إلى الأردن. لذلك طلب السيد الرئيس ودائما كان يراهن على وعي المواطن المصري، وبالفعل استجاب كل هؤلاء المواطنون المصريين لدعوة السيد الرئيس وتفويضهم وتفويض الرأي للسيد الرئيس باتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي. لذلك كل هؤلاء المواطنون يحملون الآن رسائل دعم الأشقاء في فلسطين، ويقولون أن ما يحدث في غزة وخاصة ما حدث في مستشفى المعمداني تعتبر جريمة حرب، جريمة لا يمكن وصفها، لم يسبق لها مثيل، وتعتبر هي جريمة يجرمها القانون الدولي، وحتى انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة المدنيين في أوقات الحرب، وأن ما يحدث الآن من نفاد للمياه، نفاد للكهرباء، نفاد حتى للأمور الأساسية والحياتية التي تساعدهم على البقاء وعلى النجاة، هو وصفوه بأنه بالفعل جريمة ومجزرة ما يحدث الآن في داخل القطاع. يندد المواطنون أيضا بقيام إسرائيل بحصار قطاع غزة، وأن ما يمارسه الكيان الصهيوني من قتل ومن تخريب ومن دمار
ومن إرهاب إلا هو بصمة عار يسطرها التاريخ بأشد عبرات الخزي وحتى العار. المواطنون المصريون جاءوا اليوم ليشيدون بالموقف المصري وموقف القيادة السياسية في مقدمتها السيد الرئيس الداعم للقضية الفلسطينية. والحقيقة إنه السيد الرئيس لم يخفق لمرة واحدة في أن يجعلنا جميعا نشعر بالامتنان وبالفخر بهذا الدور الجلي والقوي من قبل الدولة المصرية ومن قبل السيد الرئيس، وبأن القضية فلسطين والقضية الفلسطينية هي تعتبر القضية الأولى بالنسبة للدولة المصرية وبالنسبة للعرب، وأن الدولة المصرية هي المدافع الأول عن هذه القضية. السيد الرئيس اتخذ العديد من التحركات في الفترة الماضية لرفضه لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، بعدما أعلن أن فلسطين هي في القلب لكن سيناء هي خط أحمر. ولذلك دعا كل هؤلاء المصريين وملايين من المصريين للنزول اليوم للدفاع عن هذه القضية الفلسطينية ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين، وهم يفاوضون السيد الرئيس اتخاذ كل ما يلزم من أمور ومن إجراءات لحماية الأمن القومي المصري. الرئيس نجح بشكل قاطع مشاهدينا الكرام وفي شكل سريع في تحريك كل المجتمعات الدولية نحو سرعة الجلوس والتوافق للوصول إلى حل، سواء لهدنة الوقف إطلاق النار، لسرعة دخول المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية إلى قطاع غزة، أو حتى لفك الحصار على قطاع غزة والحفاظ على أرواح الأبرياء، لأنه أصبحت الصورة واضحة للجميع. يمكن الأطفال يعانون في قطاع غزة من العديد من الجروح والحفاظ حروق وفقدان أطراف، حتى أن المستشفيات والقطاع الطبي في قطاع غزة أصبح مرهق تماما لاستقبال العديد والمزيد من الإصابات. إذن مشاهدينا نتابع مع حضراتكم الآن هذه المظاهرات الحاشدة في محافظات الجمهورية تلبية لنداء السيد الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين ووقف العدوان على أهل غزة، يحملون رسائل تدعم الأشقاء في فلسطين.
إذن مشاهدينا نتابع مع حضراتكم الآن هذه الحشود لمظاهرات الغضب في محافظة القاهرة، والذي جاءوا لتلبية دعوة السيد الرئيس لتأييد الموقف المصري وموقف القيادة السياسية في مقدمتها السيد الرئيس. والآن نشاهد الآن هذه اللقطات لمحافظة أسيوط، الذين جاءوا أيضا المواطنون يحملون رسائل دعم للأشقاء في فلسطين ويحملون العديد من الغضب تلبية لدعوة السيد الرئيس بتأييد الموقف المصري وموقف السيد الرئيس لرغم تصفية ورفض تصفية القضية الفلسطينية. والآن نتابع أيضا مع حضراتكم هذه اللقطات من محافظة الفيوم، يعني كل هؤلاء المصريين الذين جاءوا تلبية لدعوة السيد الرئيس بتأييد الموقف المصري وموقف الدولة المصرية والسيد الرئيس لرفضهم لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير حتى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى سيناء. يمكن استجابوا بالفعل لدعوة السيد الرئيس وجاءوا اليوم يحملون رسائل عدة تدعم الأشقاء في فلسطين، ويقولون أن ما يحدث الآن من قصف متواصل على سكان القطاع مع نفاد المواد الحياتية الأساسية، نفاد الكهرباء، نفاد الغذاء، نفاد الوقود وحتى الكهرباء داخل القطاع، هم يرفضونه بشدة ويندون المواطنون بالفعل بقيام إسرائيل بحصار قطاع غزة. فيما بيننا لصروف الدهر وحفتي أنا في دفاعي وجهادي للبلاد، لا أميل لا أمل لا أليل لك يا مصر السلام وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهاما أتقي واسلمي في كل حين. للعلا أبناء مصر للعلا، وبمصر شرف المستقبل، وافدا لمصرنا الدنيا فلا نضع الأوطان إلا أولا، جانب الأيسار قلبه الفؤاد، وبلادي هي لقلب اليمين، لك يا مصر السلام. Come on.
على راسي ليكي انا غنيت يا خليتي وناسي اذا كنت مره جيت حقك على راسي حقك على
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا أستاذ شادي محسن الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات. برحب بك يا فندم معنا إلى هذه التغطية على شاشة أكشن نيوز. يمكن السيد الرئيس راهن على وعي الشعب المصري والمواطن المصري في المؤتمر الصحفي اللي جمعه مع المستشار الألماني أولاف شولتز حين طلب من المصريين بالنزول إلى الشارع المصري ورفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية ومسألة التهجير القسري لكل سكان قطاع غزة إلى سيناء وإلى الجنوب. كيف تقرأ وكيف تقيم المشهد الآن بعد استجابة الملايين ويمكن عشرات الملايين بالنزول للشارع المصري لتأييد موقف الدولة المصرية والسيد الرئيس؟ هو بالمناسبة يعني فكرة الاستجابة احنا عايزين نقف عندها ان هي مش رد فعل لدعوة رسمية للنزول، لا ده اتفاق واصطفاف عفوي غير مكتوب حصل ما بين القيادة السياسية والمجتمع المصري والشعبي. يعني ان هو ما كانش في دعوه رسميه انزلوا يلا هننزل، لا ده كان استفاف عفوي ان المزاج العام للمجتمع والشعب المصري وبوصلته الاخلاقيه تجاه موقف للقضيه الفلسطينيه تماثل مع موقف الرسم السياسي للقياده السياسيه، وعليه احنا شايفين المشهد ده، شايفين ان في نزول ضخم جدا جدا ومنظم وعفوي في نفس الوقت من الشارع المصري وابداء موقف صارم وحاسم تجاه القضيه الفلسطينيه او تجاه الامن القومي المصري المباشر اللي ليه فرعين مهمين، السياده المصريه والقضيه الفلسطينيه اللي وتحت مظله واحده اسمها الامن القومي المصري المباشر. فالمساله دي تماثل ايجابيا تماما مع التوجه العام للقضيه الفلسطينيه والسياده وعليه شايفين المشهد. أستاذ شادي، ونحن نتحدث عن هذه الاستجابة المشرفة لعشرات الملايين بالنزول إلى الشارع المصري، يجب أيضا نتحدث عن كل ما قام به السيد الرئيس خلال الأيام الماضية. هناك العديد من المشاورات المكثفة والاتصالات التي واللقاءات أيضا التي جمعته، لكن أستاذ شادي سنتحدث عن كل هذه الأمور باستفاضة لو تبقى معنا. إذن كنا نتابع مشاهدينا جانب من هذه المظاهرة الحاشدة في ميدان المنصة في مدينة نصر. والآن أعود إلى الأستاذ شادي محسن الباحث في المركز المصري. أستاذ شادي، كنا نتحدث عن كل الجهود المصرية واللقاءات التي عقدها السيد الرئيس منذ اندلاع هذه الأزمة. الحقيقة أنه يعني لم تخفق القيادة السياسية في جعل كل المواطنين المصريين يشعرون بالفخر والامتنان لما تقوم بها الدولة المصرية لأنها المدافع الأول عن هذه القضية. والآن بعد هذه المظاهرات الحاشدة التي تجوب كل محافظات جمهورية مصر العربية، بعد هذا الضغط المصري الكبير والإدانة المصرية تجاه ما يحدث في داخل قطاع غزة، ما هو الانعكاسات المباشرة التي من الممكن أن نتوقع في الأيام وفي حتى الساعات القادمة؟ هل سيكون هناك سرعة وصول المساعدات ودخول المساعدات التي تنتظر لأيام كثيرة في أمام معبر رفح، أم سيكون هناك فك للحصار على قطاع غزة، التوصل إلى حتى هدنة لوقف إطلاق النار؟ خاصة أنا يعني كما تعلم غدا سيكون هناك قمة مرتقبة دولية في القاهرة بالتحديد في العاصمة الإدارية الجديدة. تفضل أستاذ شادي. هو بالضبط، يعني أنا عايز بس في مقدمة الإجابة أشير إلى أن إحنا قدام إدارة رشيدة وناجحة بامتياز للأزمة اللي إحنا عايشينها. بدأت
يوم 7 أكتوبر 2023 لما كان السيد الرئيس بيدشن غرفة الأزمة في الأكتاجون في العاصمة الإدارية الجديدة. صحيح. تواضح كده إن إحنا قدام إدارة ممنهجة، قدام إدارة منظمة ورشيدة للأزمة والصراع اللي إحنا قدامه. علشان كده هو شايفين تدرج وتعدد للمستويات وتعدد منهجي موضوعي ورشيد وحكيم، كل مستوى بنصعد له هو مناسب للفصل المطلوب في المشهد. وعليه الجزء الثاني من الإجابة اللي هيتعلق بإن إحنا بنقدم أدوات جديدة لإدارة الأزمة، أدوات سياسية وغير سياسية، أدوات تنموية، أدوات شعبوية ليها علاقة بالرأي العام المصري والاستطاف الشعبي الناجح والمظبوط اللي احنا شايفينه. وعليه الموقف المصري بقى ليه صدى مهم. صحيح. لدى العواصم سواء في المنطقة العربية أو في الشرق الأوسط أو حتى دوليا. وعليه لاقيين ان الامين العام مثلا للامم المتحده عمره ما كان بيزور بلد يقعد فيها ساعتين على بعض او ساعه، لكن المره دي في امين عام قاعد يومين ورا بعض مركز جدا مصطف بالامم المتحده للموقف المصري اللي هو متعلق بوقف اطلاق النار رقم واحد، الاتفاق الى هدنه انسانيه، ووقف التهجير، وقف الاطلاق، الضغط على إسرائيل لدخول المساعدات. كل الأدوات دي اللي مصر وظفتها من أول يوم وتاني يوم الأزمة شايفين فيها اصطفاف متدرج من العالم، سواء المنظمات الأممية أو العواصم الأوروبية أو حتى العواصم الإقليمية. وعليه الجزء الثالث في الإجابة، هل إحنا شايفين أو متوقعين نجاح في دخول المساعدات مثلا ومن ثم وقف إطلاق النار؟ ممكن طبعا ان شاء الله المساعدات هتدخل، وانا اتوقع في تقديري ان دخول المساعدات هيبقى فصل ناجح ورهان ناجح من اول يوم الازمه، المساعدات المصريه يعني في معبر رفح. صحيح. بعد ايه؟ بعد اداره رشيده زي ما انا قلت، بعد موقف سياسي وشعبي متلاحم، بعد حركات قياده حكيمه ايضا. طبعا ما ده من اول يوم الازمه لما كان في الاوكتاجون في العاصمه الاداريه، ثم تلاحم السياسي والشعبي، ثم الشباب وفئات المجتمع كلها سواء شباب، مراه، كبار سن، رجال اعمال، حتى مجتمع مدني، حكومه، قطاع خاص. فاحنا قدام موقف متماسك تماما. يمكن ملحمة وطنية أستاذ شادي استكمالا لكلامك، هو تعاون وتكاتف من كل فئات وأطياف الشعب المصري بمختلف الأحزاب ومختلف القوى في الداخل المصري. عايز أسأل حضرتك، يمكن كل الجهود المصرية المبذولة على مدار الأعوام حتى الماضية والأيام الماضية منذ اندلاع هذه الأزمة هي هدفها في المقام الأول وهدفها الرئيسي هو دعم حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وأقرار مصيره ووقف هذا العدوان الغاشم. هناك كان تحرك سريع من قبل السيد رئيس بتحريك كل المجتمعات الدولية نحو سرعة الجلوس لوقف إطلاق هذا النار والوصول إلى هدنة والحفاظ حتى على أرواح الأبرياء. كيف تقرأ انعقاد هذه القمة الإقليمية الهامة التي ستعقد غدا في العاصمة الإدارية الجديدة، ولأي مدى من الممكن أن تنجح بالفعل لتفادي كل الأخطاء وكل الأمور السلبية التي لم تنجح في التوصل إلى حل في القضية الفلسطينية؟ انعقاد القمة والتمهيد إليها فصل مصري بامتياز ضمن سلسلة طويلة جدا على مدار عقود، سلسلة مصرية بتعكس الموقف المصري العادل تجاه القضية الفلسطينية والثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية. المرة دي مختلفة في ايه؟ وبالذات من بعد 2014 هي كانت بداية عهد جديد في إدارة القضية الفلسطينية، إدارة مصر للقضية الفلسطينية. دخل فيها السيد الرئيس مقربة شاملة سواء كانت تنموية أو سياسية أو حتى شعبية. كنا شايفين حتى الحوار الوطني، هذه المضطة المحترمة جدا والمنصة المهمة اللي بتقدم للفلسطينيين تمهيدا لترتيب البيوت من الداخل ومن ثم تسوية نهائية للقضية الفلسطينية. أنا اللي عايز أقوله في المقدمة أنه التمهيد، حتى التمهيد للقمة ده نجاح في حد ذاته، وده أمر مهم جدا إحنا لازم نبقى ملتزمين بدراسته وفحصه قبل حتى ما نتوقع هي القمة هتروح بينا لفين. التمهيد إليها كان صعب وصعب للغاية، لأن إسرائيل كانت بتتعمد تخريب القمم والمبادرات المصرية،
قمة عمان مثلا اللي مصر بتستفاد فيها مع الأردن تم تخريبها عن طريق ضرب مستشفى الأهلي في غزة، وعليه تم إلغاء القمة. مصر لم ترضخ لهذه المحاولات الخفيفة من إسرائيل إلا أنها استقرأت المشهد وفعلا فورا نسأت مع الأردن تاني وفي القاهرة باستضافة العاهل الأردني، ثم ترتيب قمة القاهرة للسلام. هذا التمهيد بحد ذاته ضرب مباشر للخطة الإسرائيلية أو للمخطط الإسرائيلي. وأما الجزء الثاني بقى متعلق بالقمة نفسها، هي القمة تنجح أو هتروح بينا لفين؟ الهدف المصري دلوقتي وقف إطلاق النار ودخول المساعدات، أو حتى دخول المساعدات الأول ومن ثم وقف إطلاق النار، ثم جذب العواصم الدولية إن هي تترتب في مواجهة الرواية الإسرائيلية، إن إحنا قدام الجريمة، قدام جريمة حرب، إحنا قدام انتهاك لحقوق الإنسان، إحنا قدام إبادة شعب فلسطيني، إحنا قدام تصفية للقضية الفلسطينية. هذه المحاولات المصرية والمبادرات المصرية إن شاء الله هتقود بينا إلى إنه هنحلحل المعسكر اللي كان بيميل للرواية الإسرائيلية، ده في حد ذاته نجاح. صحيح. ثم اصطفاف إقليمي دولي لعقد مبادرات أخرى لتقديم حلول لقضية الفلسطينيين إن شاء الله. وده هدف يمكن أو الهدف الأول لإنعقاد هذه القمة غدا. والحقيقة يمكن أستاذ شادي يجب أن نذكر أن هذه القمة تأتي انطلاقا من دورها التاريخي وحتى المحوري والرائد وعقيدتها الراسخة بأن قضية فلسطين بالنسبة للدولة المصرية تمثل قضية العرب الأولى، وأن مصر كانت ولا تزال وستظل هي المدافع الأول عن هذه القضية الفلسطينية. طيب، ونحن نتحدث عن هذه القمة أستاذ شادي، من وجهة نظر حضرتك كيف تحول هذا الجهد المصري القوي من وسيط التهدئة إلى راع وشريك للسلام في القضية الفلسطينية؟ هو ده بالضبط اللي أنا قصدته، تدشين مرحلة جديدة بعد 2014 من السيد الرئيس في إدارة مصر للقضية الفلسطينية، إنه فعلا إحنا كنا بنقدم. طبعا ما حدش يقدر يخفي أو يشكك في الدور المصري اللي كان منذ وقود تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني، اللي كان دايما بيتمثل في تقدير الموقف العام إنه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بيهدد استقرار الأمن الإقليمي في المنطقة، وإنه أي تزييل لهذا الملف هو غض الطرف عن الحقيقة. صحيح. وعن الصواب وعن التقدير السليم للموقف. كانت في محايلات إسرائيلية لتزييل هذا الأمر ولرفض الرواية المصرية، لكن فورا مصر كانت بتستقرئ الأمور دي وتستدركها، إنه حتى لو أنت زيلت القضية برضو الأمن الإقليمي هيتهدد طول ما الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مستمر. المرة دي إيه المختلف؟ المختلف إن في جهد زي ما حضرتك بتقولي، إنه في رواية مصرية متماسكة، رواية شاملة تشمل الشعب الفلسطيني، تشمل الخطط الإسرائيلية الخبيثة والمحايلات الخبيثة، بتشمل إنه في اصطفاف إقليمي عربي، اصطفاف عربي في المقام الأول، إن الكل متوحد وراء الرواية المصرية. الكل دلوقتي متأكد إن مصر هي اللي عندها تقدير الموقف السليم، وهي اللي عندها الرؤية الشاملة المفصلة أيضا، إنه إزاي نحل القضية الفلسطينية، إزاي نقعد مع الإسرائيليين، إزاي نجيب الأمريكان يضغطوا على الإسرائيليين. وتمثل في إيه؟ تمثل إن الرئيس الأمريكي جو بايدن على قد ما هو دعم غير محدود لإسرائيل، إلى إنه ضغط واتصل بمصر وقال لها موقفك خلاص هيتم، موقفك نجح والمساعدات هتدخل، وجوتيرش على أساسه جاي واقف قدام المعبر أو واقف مع مصر عشان القصة دي. فمصر الشعب الفلسطيني والشعب المصري والشعوب العربية كلها مطمئنة للرواية المصرية، كلها مطمئنة إن هو ده فعلا الراعي الأول والأهم والأكثر بالقضية الفلسطينية. طيب حلو، خلينا بقى ناخد من كلام حضرتك أستاذ شادي أن ينسلط الضوء على فكرة عودة الهيبة للدولة المصرية في البناء وفي التعمير وحتى في مساندة كل الدول العربية ودول المنطقة. الحقيقة وحتى قطار التنمية في الدولة المصرية وفي الداخل المصري يسير صوب الجمهورية الجديدة، وكل هذه المشاريع تبقى دائما مصالح المنطقة والقضايا العربية هي مقدمة وفي أولوية مقدمة السيد الرئيس ودافع عن مصالح هذه الدول. عايزين نتكلم قد إيه هذه القمة التي ستعقد غدا هي بمثابة شهادة ثقة في رؤية الدولة المصرية كونها تحمل كل مفاتيح حل القضايا الإقليمية والدولية بشكل عام وإجمالا وبشكل خاص القضية الفلسطينية. تمام. بصي، مصر
انا هجاوب بمنتهى الموضوعيه. مصر مدركه بكل موضوعيه ان المصالح البرجماتيه هي اللي بتفوز، وهي اللي بتحسم الامور، هي اللي بتصلح هذه الازمات وبتحلها. وعليه القمه مثلا لو جينا لاحظنا في عدد طبيعة الدول اللي مشاركة في القمة بكرة إن شاء الله، هنلاقي إيطاليا، هنلاقي قبرص، هنلاقي اليونان، هنلاقي بعض العواصم الأوروبية. المشترك ما بين هذه الدول هي الثروات الاقتصادية اللي بتستوردها من منطقة شرق المتوسط. فمصر، وعشان كده مصر عملت منتدى غزة شرق المتوسط اللي كان فيه مقعد فلسطين، وقدمت القضية الفلسطينية بس بشكل منهجي وشكل غير تقليدي علشان نقدمه للأوروبيين يقدروا يقتنعوا بأن مصر شايفة لازم يبقى فيه حل للقضية الفلسطينية. عن طريق إيه؟ بين قوسين المصالح، والمصالح الاقتصادية بالتحديد. فأنا هو ده اللي أنا قصدته، أنه من 2014 ومصر أضافت للقضية الفلسطينية بعض التشابكات الاقتصادية والمصلحية النفعية مع أوروبا عشان يبدأوا يقتنعوا بالرواية المصرية، بدل ما نقعد ننظر يعني. لأن الأوروبيين مش هيقتنعوا بالتنظير. هنشوف الصراع الفلسطيني دوت بس بعدين. ما هي دي مش هتحل. أنا عايز مصلحة. المصلحة فين؟ المصلحة والله إنه شرق المتوسط فيه غاز أنت بتستورده. طيب الغاز ده مش هيتم تمريره إليك إلا باستقرار أمن إقليمي. طب وعليه استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هيهدد هذه المنطقة. طب تمام، إحنا كده اقتنعنا. ده لسان حال الأوروبيين. هي دي بقى الجهود المصرية الحثيثة والمقاربة الشاملة لكيفية إدارة القضايا الفلسطينية. عشان كده الشعب الفلسطيني مطمن، عشان كده السلطة الفلسطينية مطمنة إنه بشكل مؤسسي حتى، والمنتديات والتكتلات الإقليمية اللي مصر بتخلقها، مصر بتجيب الفلسطينيين وتعمل لهم مقعد على الطاولة، وده أمر مهم جدا. فأنا في تقديري إنه إلى حد ما الأوروبيين بدأوا يقتنعوا بهذا. طب أستاذ أشادي، عفوا عن المقاطعة، يمكن الدولة المصرية نجحت خلال الأعوام السابقة وبالأخص منذ تولي السيد رئيس مقاليد الحكم في حشد كل جهود المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية، والدور المصري دور رائد وعقيدتها راسخة دائما بأن قضية فلسطين هي تمثل القضية الأولى سواء بالنسبة للدولة المصرية أو حتى بالعرب، وأن الدولة المصرية ستظل دائما المدافع الأول عن هذه القضية. لكن في هذا الموقف وبعد كل ما نشهده من مجازر ومن أمور يمكن حتى يجرمها القانون الدولي والإنساني وكل المواثيق وكافة المعاهدات حقوق الإنسان، هل الموقف المصري الآن هو يعني فقط كاف لوضع حد لهذه الأزمة؟ لا، هي مصر عارفة ده. هي مصر عمرها ما بتتحرك لوحدها، ولا وحتى لو ينفع نتحرك لوحدنا ما بنتحركش لوحدنا. وده اللي لمح إليه السيد الرئيس في حكاية وطن مثلا، آخر محفل وطن، قال إحنا لا نبحث عن الريادة، إحنا بنبحث عن التشاركية، إن إحنا إزاي نشرك بعضنا الأمور المشتركة ونقدم مبادرات مشتركة. على قد ما مصر تقدر تتحرك لوحدها، إلا إن ده ما بيحصلش. وهي دي مصر 2014، إنه إزاي السيد الرئيس بيحاول يحافظ على رواية مشتركة فيها قيم، فيها أخلاق، فيها إنسانية، فيها سياسة ومصالح برضو، مش هنغفل ده. فالخلاصة إن مصر بتتحرك مع الإقليم والمنطقة العربية طبعا على رأسهم، والعواصم الدولية سواء في أوروبا، في آسيا، في أفريقيا، وبالتحديد أفريقيا طبعا، علشان نوجد جهد مشترك لحل القضية الفلسطينية. وده بننجح فيه، وده ناجحين فيه جدا كمان. في عواصم كانت محسوبة على الرواية الإسرائيلية بقت محايدة، والبعض بقى لا، ده بقى منحاز للقضية الفلسطينية نفسها، وده نجاح كبير جدا. صح، خاصة بعد ما شاهدنا استقطاب كبير جدا في الرأي العام الأمريكي، وخاصة حتى بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمس. ممتاز، هو ده اللي انعكاس السليم زي ما حضرتك تفضلت. فهل مصر تقدر تتحرك لوحدها؟ تقدر، بس احنا عايزين ده؟ لا، مش عايزين ده، احنا عايزين جهود مشتركة عشان حتى الصدى يبقى صدى أقوى بكتير جدا وغير متوقع وغير مسموح. عكس إسرائيل جايبة دعم أمريكي رسمي أو سياسي غير محدود، لكن الموقف الشعبي بتاع أمريكا لا، في كلام، وده يستدعي الدراسة ويستدعي الفحص، إن المواقف الشعبية في العواصم الأوروبية وفي الولايات المتحدة لا تمثل حكومتها. عكس مصر مثلا، في تجانس وتماثل ملحوظ
في مصر ما بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي. الاثنين بيكملوا بعض والاثنين مصطفين في اتجاه بعض. صحيح. ومن الاعلى الى الاسفل ومن الاسفل الى الاعلى. في تنظيم حتى للشارع المصري. يعني مش الناس مش نازله جهجهوني كده اهوت وبشكل فوضوي. لا، في مجتمع مدني، في شباب، في جمعية العدالة مثلا والمساندة للمرأة المصرية، إذا في قطاع المرأة المصرية بيشارك في هذا الحدث، في جامعات، في نقابات، في كنائس ومساجد، كل القطاعات، كل القطاعات في المجتمع. هل ده إيه عفوي؟ لا طبعا، لا، ده نتيجة جهد سياسي، نتيجة بوصلة أخلاقية متماثلة مع الموقف السياسي العام لمصر والقيادة السياسية، وعليه شايفين المشهد ده. زي ما حضرتك تفضلت كده مصطلح مهم، احنا قدام ملحمة تستدعي الدراسة، فيها تنظيم وفيها عدم عفوية وفيها منهج إنساني قويم خلى المنظر العام مشرف. أنا حقيقي شايف منظر مشرف فعلا. صحيح، هي ملحمة وطنية وتكاتف من قبل كل فئات الشعب المصري تلبية لدعوة السيد الرئيس برفض تصفية القضية الفلسطينية. بشكر حضرتك على أي حال أستاذ شادي محسن الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. امتلأت كل ميادين مصر بالمواطنين الذين خرجوا لدعم الدولة المصرية في قراراتها الأخيرة بشأن أحداث غزة ودعم القضية الفلسطينية. هذا وندد المواطنون بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة في قطاع غزة، رافضين للمخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء. شهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات خلال 48 ساعة الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلي والتي استهدفت مستشفى المعمداني في قلب غزة، وذلك لتأييد موقف مصر والسيد الرئيس من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة. هذا ونظم الآلاف من المواطنين وقفة تضامنية في ميدان الحصري في مدينة السادس من أكتوبر لدعم الشعب الفلسطيني وقرارات الدولة المصرية. ردد المواطنون هتافات تحيا مصر، كما رفعوا أعلام فلسطين. شهد ميدان سيدي جابر تظاهرات عارمة من آلاف المتظاهرين عقب صلاة الجمعة بميدان سيدي جابر دعما للقضية الفلسطينية. هذا ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية والفلسطينية مرددين شعارات لدعم فلسطين ولرفض تهجيرهم. يأتي ذلك دعما للقضية الفلسطينية ولتأييد موقف مصر والسيد الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة والتي دلعت في قطاع غزة على مدار الأيام الماضية.
أيضا ينضم إلينا هاتفيا أستاذة محمودة سلامة الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات. يمكن برحب بحضرتك يا فندم معنا إلى هذه التغطية. خليني أبدأ حديثي مع حضرتك بهذه الصور واللقطات التي تدعو للفخر باستجابة ملايين المصريين وعشرات الملايين تلبية لدعوة السيد الرئيس بالخروج للشارع المصري لرفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري لعدد أو لكل سكان قطاع غزة إلى سيناء. السيد الرئيس راهن على وعي المواطن المصري، كيف تقيم هذا المشهد اليوم وهذه اللقطات؟ طبعا أستاذ محمود هل تسمعني؟ طيب من الواضح أننا فقدنا الاتصال، لا سنعاود بالتأكيد الاتصال بأستاذ محمود سلامة الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات. إذن نتابع مشاهدينا الكرام مع حضراتكم الآن. يمكن هذه المظاهرات الحاشدة التي نزلت إلى الشارع المصري، ملايين المصريين وعشرات الملايين من المصريين تلبية لدعوة السيد الرئيس برفضهم لفكرة تصفية القضية الفلسطينية بأدوات عسكرية وحتى رفض وتهجير كل المواطنين في سكان غزة إلى سيناء. المواطنون يمكن يحملون رسائل دعم للأشقاء في فلسطين ويقولون أن ما يحدث الآن في داخل فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة يعتبر مجزرة لا يمكن وصفها ولم يسبق لها مثيل، وتمثل جريمة حرب مكتملة الأركان يجرمها القانون الدولي، يجرمها القانون الإنساني وحتى كافة المواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية، وتعد انتهاك واضح وصريح لاتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة المدنيين أثناء الحرب. يندد المواطنون مشاهدي الكرام كما ترون الآن على شاشة إكسترا نيوز قيام إسرائيل بحصار قطاع غزة وحتى منع وصول كل المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية إلى داخل القطاع وحتى منع الوقود والكهرباء والمياه والغذاء إلى داخل قطاع غزة، مضيفين أن ما يمارسه هذا الكيان الإسرائيلي الكيان الصهيوني من قتل ومن تخريب ومن دمار ومن إرهاب ما هو إلا وصمة عار يسطرها التاريخ إذا أمكن القول بأشد عبارات الخزي وحتى العار. يرفض الشارع المصري وكل الشعب المصري محاولة تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء بعدما أعلن السيد الرئيس في لقاءاته التي قام بها في الأيام السابقة وعدد من الاتصالات المكثفة بأن فلسطين هي في القلب ولكن سيناء هي خط أحمر. لذلك طلب من كل المواطنين المصريين بأن يفوضوا السيد الرئيس بالنزول إلى الشارع المصري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري. الرئيس أيضا مشاهدينا الكرام يعني ونحن نتحدث عن هذه الجهود المصرية منذ اندلاع هذه الأزمة كان هناك العديد من التحركات والحراك الدبلوماسي، كان له عدد من اللقاءات الهامة التي جمعته مع عدد من قادة ورؤساء دول العالم. يمكن من أبرز هذه اللقاءات كان هناك لقاء جمع السيد الرئيس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وتحدث عن العديد من الأمور لضمان وسهولة وصول هذه المساعدات إلى داخل قطاع غزة. أيضا كان هناك لقاء مع العاهل الأردني بالأمس وأيضا لقاء هام ومؤتمر صحفي مشترك جمع السيد الرئيس مع المستشار الألماني حين قال بأنه إذا استدعى الأمر سيطلب من كل المواطنين المصريين النزول إلى الشارع لرفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية. والآن كل هذه اللقطات التي تدعو إلى الفخر والامتنان بعد استجابة عشرات الملايين من المواطنين المصريين التي هي في كل محافظات جمهورية مصر العربية تلبية لنداء السيد الرئيس برفض تهجير الفلسطينيين ووقف العدوان على أهل غزة. من ضمن أيضا الجهود الرئيس نجح بشكل قاطع وخلال أيام قليلة في تحريك المجتمعات الدولية نحو سرعة الجلوس والتوافق حول وقف إطلاق النار أو الوصول حتى إلى هدنة والحفاظ على أرواح الأبرياء بعد التلبية الواسعة لعقدهم هذه القمة. ولأن هذه القمة الحقيقة مشاهدينا تأتي انطلاقا من دور مصر الرائد
من دور مصر التاريخي ومن عقيدتها الراسخة بأن هذه القضية الفلسطينية هي القضية الأولى بالنسبة للدولة المصرية وبالنسبة حتى للعرب، ومصر ستظلت وكانت وستظل دائما هي المدافع الأول عن هذه القضية الفلسطينية، والدليل على ذلك حجم الاستجابة الدولية التي لقتها دعوة السيد الرئيس لعقد هذه القمة، والتي هي نستطيع أن نقول بمثابة شهادة ثقة في رؤية الدولة المصرية كونها تحمل مفاتيح حل كل الأزمات وكل القضايا، سواء كانت القضايا الإقليمية، القضايا الدولية، وبالأخص وبشكل خاص هذه القضية الفلسطينية. إنهاء هذا الصراع التاريخي ما بين فلسطين وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي تراها الدولة المصرية أنه لن يتم إلا بعد تنفيذ الرؤية المصرية المتمثلة في تنفيذ كل قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. إذن يمكن مشاهدينا بالفعل يشهد الشرق الأوسط الآن حالة من التوتر والقلق إزاء تصاعد هذه الأحداث في قطاع غزة ووسط إصرار إسرائيل والجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مواصلة قصف القطاع دون انقطاع، بالإضافة إلى حتى رفض دخول كل المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، باعتبار أن هناك يمكن أن نصف المشهد أنه انقسم هذا المجتمع ما بين صامت يعني للأسف، وما بين مؤيد بشكل كبير لما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها دفاعا عن النفس وليست سياسة عقاب جماعي كما وصفها السيد الرئيس، وهو ما يفسر أهمية هذه الدعوة التي دعا بها السيد الرئيس التي ستنعقد وهي مرتقبة ستنعقد غدا في القاهرة بالتحديد في العاصمة الإدارية الجديدة، قمة دولية إقليمية تحت عنوان القاهرة للسلام 2023 لمناقشة كل المستجدات التي يشهدها قطاع غزة. من المقرر أن كافة القوى الدولية والإقليمية باختلاف توجهاتها وحتى موقفها ستجتمع غدا تحت المظلة المصرية من أجل إجراء حوار جاد ودخول كل المساعدات، وأيضا أن يطلبوا بضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على القطاع. إذا تأتي هذه القمة في ضوء كل الاتصالات المكثفة والتشاورات المكثفة من قبل السيد الرئيس مع عدد كبير من قادة دول العالم لحلحلة هذه القضية الفلسطينية ووقف حدة التصعيد. الحقيقة أن كل الجهود الدولية المبذولة من قبل مصر هدفها في المقام الأول هو الدفاع عن حق المواطنين المصريين ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وإقرار مصيره وحتى وقف هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة. هذه الصور للقطات من التظاهرات الحاشدة في كل محافظات جمهورية مصر العربية التي جاءت تلبية لنداء السيد الرئيس، الحقيقة أن هي جاءت بعد ساعات قليلة من مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز اللي جمعه مع السيد الرئيس السيسي، ألمح خلاله السيد الرئيس باستعداد الشعب المصري للتظاهر تعبيرا عن رفضهم القاطع ورفضهم التام في مسألة هجرة الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر ترفض وبشدة تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية. كل هؤلاء المصريين يحملون العديد من الرسائل التي تدعم الشعب الفلسطيني ويرون ويصفون كل ما حدث خلال الأيام الماضية هي مجزرة لا يمكن وصفها، وخاصة بعد أحداث استهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة وفي قلب غزة، يرون أن هذه جريمة بشكل بشع وجريمة يجرمها القانون وحتى يجرمها كافة المواثيق ومعاهدات الحقوق الإنسان. الحقيقة بعد ما رأينا خلال الأيام الماضية على شاشة إكسترا نيوز رأينا العديد من الصور والقصص التي أصبحت واضحة هي تنقل معاناة كل الأطفال وكل النساء وكل الأبرياء الذين تعرضون إلى قصف وإلى حروق مروعة وحتى وصلت إلى فقدان أطراف، ما زالت حتى ونحن نتحدث عن الأمر داخل الفلسطين وداخل قطاع غزة، حتى أن القطاع الطبي والقطاع الصحي والمستشفيات أصبحت مرهقة لاستقبال العديد والمزيد من حالات الإصابة. لذلك تصمم الدولة المصرية وموقفها واضح وجلي وقوي للغاية في إرسالها وتصميمها إرسال كل المساعدات الإغاثية والطبية إلى داخل غزة، لأنه وصل الوضع الإنساني إلى مستويات مميتة بالفعل.
ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ محمود سلامة الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات. برحب بك يا فندم معنا إلى هذه التغطية. خلينا نتحدث في البداية عن مسألة يعني أن السيد الرئيس دائما يراهن على وعي المواطن المصري، وبالفعل في آخر مؤتمر صحفي جمعه مع المستشار الألماني راهن السيد الرئيس على وعي هذا المواطن المصري والشعب المصري، وقال إنه إذا استدعى الأمر سيطلب من ملايين المصريين أن يزوروا إلى الشارع المصري لرفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء. كيف تقيم هذا المشهد المشرف الآن؟ يعني المشهد في الشارع طيب، من الواضح أننا فقدنا الاتصال مع أستاذ محمود سلامة. سنعود الاتصال بحضرتك مرة أخرى الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات. مرة أخرى ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ محمود سلامة الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات. أستاذ محمود، خلينا نسلط الضوء على يعني هذه الاستجابة المشرفة من قبل كل المواطنين المصريين، نزول الملايين وعشرات الملايين، استجابة وتلبية لدعوة السيد الرئيس بالنزول لرفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء. كيف تقيم هذا المشهد المشرف أستاذ محمود؟ يعني الحقيقة إنه المشهد في الشوارع المصرية نابع من داخل الشعب المصري في الأساس. السيد الرئيس صرح تصريح، يعني هي كانت دعوة غير مباشرة، ولكن هو صرح إنه إذا دعا المصريين إلى النزول للشوارع فسوف يرى العالم الملايين في الشوارع المصرية بيطالب بحفظ كل الفلسطينيين. بالتالي الشعب المصري يعني فهم الإشارة ونزل إلى الشوارع ليعبر فعلا عن التعاطف المصري الكامل مع القضية الفلسطينية وفهمه لحفظ حقوق الفلسطينيين في أرضهم ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين، لأنه يعني وزير الخارجية الإسرائيلي بالأمس بيصرح نعيدكم بأن تتقلص مساحة قطاع غزة بعد نهاية هذه الحرب. يعني احنا بنتكلم النهاردة ان المظاهرات الحاشدة في الشارع بتؤكد وتؤيد الموقف الرسمي المصري الذي أكد عليه منذ بداية الأزمة بأن لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بنحفظ حق الشعب الفلسطيني الشقيق في أرضه وإقامة دولة مستقلة. أستاذ محمود، يمكن ونحن نتحدث عن هذا الموقف القوي والواضح والجلي منذ اندلاع الأزمة للسيد الرئيس وللدولة المصرية، خلينا نتحدث أنه كان هناك تحذيرات من قبل السيد الرئيس بحدوث سيناريو مماثل، أنه إذا بالفعل تم تصفية القضية الفلسطينية وتهجير كل سكان غزة إلى سيناء سيحدث أمر مماثل بتهجير كل سكان الضفة الغربية إلى الأردن. كيف تقرأ هذه التحذيرات وكيف تقرأ يعني الإدانة دولية لما يحدث الآن في داخل فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة؟ يعني إذا نظرنا للتصعيد المستمر من قبل قوات الاحتلال تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، يفهم تماما ويفهم من التصريحات الرسمية أنه الخطة الإسرائيلية تتمثل في تهجير الفلسطينيين. شفنا من منذ اليوم الأول أو الثاني للصراع أنه أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي بيوجه الفلسطينيين للتوجه إلى الحدود المصرية. يعني إحنا عندنا مخطط كامل، سوف نتبع الفلسطينيين تجاه الجنوب من قطاع غزة ثم نتجه إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو ما رفضه يعني بشكل قاطع السيد الرئيس وملك الأردن في اللقاء الثنائي الذي جمعهم بالأمس. أكدوا على أنه لابد من عدم تهجير الفلسطينيين سواء كان إلى سيناء أو إلى الأراضي الأردنية. الأردن بالفعل بيضم أكثر من 2 مليون لاجئ فلسطيني في المخيمات، ولا يحتمل فكرة أن يتم تهجير المزيد من الفلسطينيين. القضية الفلسطينية تبدأ يعني ممكن تؤدي في النهاية إلى
نقل الصراع من داخل الأراضي الفلسطينية إلى الأراضي الأردنية والأراضي المصرية كما حذر السيد الرئيس من ذلك. يعني ألف صراحة أنه نقل فلسطين إلى سيناء قد يضع مصر في حرب مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي. صحيح. هو أيضا ذكر بأنه غياب أفق لهذه الأزمة هو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع، وما تريده إسرائيل الآن هو جر مصر أو دولة مصرية إلى حرب وإنهاء عملية السلام، وسيد الرئيس يعي هذا الأمر. خلينا نتحدث بأن هناك يعني عودة للهيبة للدولة المصرية في تبنيها لكل القضايا العربية، وحتى أن سيد الرئيس هناك العديد من الجهود التي يقوم بها في الداخل المصري، لكن دائما مصالح قضايا العربية وقضايا المنطقة دائما هي في أولوية بالنسبة للسيد الرئيس. كل هذه الجهود التي تبذل من قبل السيد الرئيس خاصة بعد اندلاع هذه الأزمة، إلى أي مدى من الممكن أن تساعد في حشد كل جهود المجتمع الدولي في هذا التوقيت، خاصة أننا يعني في انتظار قمة دولية إقليمية ستعقد غدا في العاصمة الإدارية الجديدة؟ طيب، يعني هي الجهود اللي بيقوم بها السيد الرئيس لحشد الرأي العام الدولي ضد ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات تجاه الفلسطينيين ودعوات أو محاولات تهجيرهم إلى الأراضي المصرية أو الأراضي أو الأردن فيما بعد، يعني كلها بنشوف أنه بالفعل حصل يعني استجابة أو أثرت الجهود الدبلوماسية المصرية وجهود السيد الرئيس في تحويل بعض المواقف الغربية. لو شفنا أنه في بداية الاندلاع الصراع أو التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني كنا نشوف بعض الدول الغربية بتمنع المساعدات أو تقطع مساعداتها إلى السلطات الفلسطينية، بنشوف أنه بيدينوا الهجوم الفلسطيني أو هجوم حماس على إسرائيل وبيدعموا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد حوالي أسبوع أو 10 أيام من التصعيد الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي المستمر والضحايا المدنيين. لقينا أنه في تغير في الموقف الغربي، بعض الدول بتطالب بالتهدئة وهدنة إنسانية وإصلاح الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، كل ده بسبب الجهود المصرية في الأساس، سواء كان على المستوى الدبلوماسي على مستوى الخارجية المصرية أو على مستوى مؤسسات الرئاسة والسيد الرئيس. بنتكلم أيضا عن سرعة توجيه الدعوة لحشد المساعدات الإغاثية وإدخالها على وجه السرعة الفلسطينيين، لأن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا يوما بعد يوم. نجحت مصر بالفعل في استقبال شحنات كبيرة من المساعدات الإغاثية وحشدها في مطار العريش، وهي تعلم جيدا السلطات المصرية أو القيادة السياسية المصرية تعلم جيدا أنها قادرة على إدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة بشكل أو بآخر في أسرع وقت ممكن. أستاذ محمود، خلينا نتكلم على أرض الواقع. طب ما هو المتوقع في الساعات القادمة أو حتى في الأيام القادمة؟ ما هو الانعكاسات المباشرة التي من الممكن أن نتوقع أن تحدث؟ يعني بعد هذا الحراك الكبير السياسي والدبلوماسي، بعد لقاء السيد الرئيس والتحركات السريعة من قبل السيد الرئيس ولقاء عدد كبير من قادة ورؤساء دول العالم، حتى أنا بالأمس كان هناك يعني لقاء جمع السيد الرئيس مع العاهل الأردني، ما هو الانعكاسات المباشرة الآن؟ هل نتوقع أن يكون في سرعة لدخول هذه المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية إلى داخل قطاع غزة، فك الحصار مثلا على سكان قطاع، أو حتى الوصول إلى هدنة لوقف إطلاق النار، بحيث أنه يعني نصل وصلنا الآن إلى حد يمكن وصفه مستويات مميتة مما نراها الآن على الشاشات؟ يعني احنا هنتكلم على التحول في مواقف الدول على المستويين الرسمي والشعبي. بعض حكومات الدول تبنت وجهة النظر المصرية بالكامل بضرورة وقف التصعيد ووقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية. شفنا أنه في روسيا بتقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار ولكن القرار بيرفض، وبعد كده البرازيل بتقدم مشروع قرار مشابه بيطالب بوقف إطلاق النار والتهدئة مع بين الجانبين لإدخال المساعدات، ولكن القرار ايضا يعني بالرغم ان هو حصل على 12 صوت من 15 في مجلس الامن ويستوفي كل الشروط لتمريره، الا انه الولايات المتحده استخدمت حق الفيتو او حق النقد ورفض مشروع القرار بحجه انه في جهود دبلوماسيه بتقوم بها الولايات المتحده الامريكيه بين اسرائيل ودول الجوار، وانه الجهود الدبلوماسيه بتؤتي ثمارها. فأعتقد أنه المقصود هنا هو أنه سوف يتم تمرير أو إنفاذ بعض
المواد الإغاثية هتدخل في القريب العاجل، يعني من المتوقع أنها كانت تدخل النهاردة، ولكن يعني القصد نحن في انتظار وصول أي قرار بفتح المعبر. وكما ذكر السيد الرئيس بأن معبر رفح تم إغلاقه من قبل الجانب الإسرائيلي وليس من قبل الدولة المصرية. بشكر يعني حضرتك، الدولة شكرا. المصرية ملتزمة. صحيح، أنا بشكر حضرتك على هذا الرصد. أستاذ محمود سلامة الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. طيب، في نفس ذات الموضوع مشاهدين انضم إلينا عبر الهاتف أستاذ محمد فوزي الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات. أستاذ محمد، يمكن هذه الصور المشرفة على شاشة أكشن نيوز بعد استجابة عشرات الملايين تلبية لداء السيد الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين ووقف العدوان على أهل غزة، إلى أي مدى يعكس انطلاق دور مصر التاريخي والمحوري والرائد وعقدتها الراسخة بأن قضية فلسطين تعتبر القضية الأولى للدولة المصرية هي المدافع الأول عن هذه القضية؟ مساء الخير على حضرتك. طبعا التظاهرات اللي خرجت النهاردة بتعبر عن ثابت من الثوابت اللي موجودة في وجدان الشعب المصري، متمثلا في القضية الفلسطينية، وتعبير طبعا عن رفض مشترك، سواء كنا بنتحدث عن الشعب المصري أو القيادة السياسية، لمخططات التهجير الإسرائيلية للفلسطينيين من قطاع غزة. وهي طبعا الحملة اللي بتستهدف بالأساس يعني تصفية القضية الفلسطينية قبل ما تكون مخططات التهجير دي بتؤثر أو بتمس الأمن القومي المصري، فهي بتمثل تصفية للقضية الفلسطينية بالأساس. ومن هنا كان هنالك إجماع سواء على المستوى السياسي أو الشعبي في الجانبين المصري والفلسطيني على رفض هذه المخططات الإسرائيلية، وليس أدل على ذلك من المظاهرات التي خرجت اليوم في كافة أنحاء الجمهورية. أستاذ محمد، يمكن في ظل هذه الجهود المصرية، كما تعلم هناك قمة إقليمية دولية مرتقبة ستعقد غدا في العاصمة الإدارية الجديدة، تأتي هذه القمة الحقيقة في إطار كل الاتصالات والتحركات المصرية على الساحة الدولية والتي تقودها الدولة المصرية لحلحلة القضية الفلسطينية ووقف حدة التصعيد داخل قطاع غزة. ما هي مواقف الأطراف الدولية المؤثرة التي من الممكن أن نصل بها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحلحلة القضية الفلسطينية؟ الحقيقة أهمية قمة السلام في القاهرة والتي ستعقد غدا في العاصمة الإدارية زي ما حضرتك أشرتي بترتبط بالسياق الذي تأتي فيه. إحنا عندنا سياق حاليا بيشهد يعني حرب إسرائيلية شنعاء وغير مسبوقة على قطاع غزة، عندنا أعداد ضحايا في التزايد، عندنا تخوفات مرتبطة باحتمال توسع الحرب وتحولها لحرب إقليمية أوسع. طب أرجو أن تبقى معنا أستاذ محمد فوزي الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث، وانفت سنين قصتنا عيشة محفوظة وسط الناس، أبطل تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب ما يمسهاش خناس. عايزين يصفوا حلم أمة بتحلموا لسنين، ويفرقوا الشمل اللي ما يقدر عليه القادرين. الأرض أرض عالمها حر واسمها فلسطين، الله يعينكم على الطريق مصر جاية أكيد. كلمتنا واسطة للسماء مسمعين اسمعي، يا بتزيد بالدعاء فمرددين، حلفي لا ترجع أرضنا قولوا أمين، قولوا أمين، قولوا أمين. كلمتنا واصلة للسماء مسمعين، من صغرنا يتقال لنا احفظ عدوك صم، وانت الازاه فلل عليك قلب نهار وغم، انت الاحق والقوي لو حتى شلت الهم، بايدينا نمشي لك بلاد اخوات ونفس الدم. كلمتنا واسطه للسماء مسمعين،
مرة أخرى بعود لحضرتك أستاذ محمد فوزي الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. كنت بتكلم مع حضرتك إلى أي مدى تأتي هذه القمة لتؤكد أنها بمثابة شهادة ثقة في رؤية الدولة المصرية كونها تحمل كل مفاتيح حل الأزمات بشكل عام سواء كانت الإقليمية أو الدولية وبصفة خاصة القضية الفلسطينية، وأيضا ما هي مواقف الأطراف الدولية المؤثرة في إمكانية التوصل إلى حل لهذه القضية الفلسطينية؟ تفضل. يعني كما أشرت لحضرتك أهمية القمة بترتبط بالسياق الذي تأتي فيه وبتؤكد كمان على الدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية تاريخيا وحتى اللحظة على مستوى التعامل مع القضية الفلسطينية. هذا الكم من الزعماء والقادة الذين أعلنوا حتى اللحظة مشاركتهم في القمة بيعكس جنبا إلى جنب أهمية هذه القمة والتعويل عليها. طيب وضحت الصورة، عفوا عن المقاطعة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد فوزي الباحث في المركز المصري الفكر والدراسات الاستراتيجية. من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث وانفت سنين قصتنا عيشة محفوظة وسط الناس أبطل تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال ولأجل أرض اختارها رب ما يمسهاش خناس عايزين يصفوا حلم أمة بتحلموا لسنين ويفرقوا الشمل اللي ما يقدر علي القدرين الأرض أرض عالمها حر واسمها فلسطين صغرنا يتقال لنا احفظ عدوك صم وانت الازاه في ليل عليك قلب نهار وغم انت الاحق والقوي لو حتى شلت الهم بايدينا نمشي لك بلاد اخوات ونفس الدم كلمتنا واصله للسماء مسمعين همتنا بتزيد بالدعاء
صغرنا يتقال لنا احفظ عدوك صم، وانت الازاح في ليل عليك قلب نهار وغم. انت الاحق والقوي حتى شلت الهم، بايدينا نمشي لك بلاد اخوات ونفس الدم. كلمتنا واصلة للسماء مسمعين، همتنا بتزيد بالدعاء فمرددين، حلفين لا ترجع أرضنا. قولوا أمين، قولوا أمين، قولوا أمين. كلمتنا واصلة للسماء مسمعين، شاهد على الأحداث. وإن فات سنين قصتنا عيشة محفوظة وسط الناس. أبطل تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب ما يمسهاش خناس. عايزين يصفوا حلم أمة بتحلموا لسنين، ويفرقوا الشمل اللي ما يقدر علي القادرين. الأرض أرض عالمها حر واسمها فلسطين. الله يعينكم على الطريق مصر جاية أكيد. كلمتنا واصلة للسماء مسمعين، مسمعين. صغرنا يتقال لنا احفظ عدوك صم، وانت الازاح في ليل عليك قلب نهار وغم. انت الاحق والقوي حتى شلت الهم، بايدينا نمشي لك بلاد اخوات ونفس الدم. كلمتنا واصلة للسماء مسمعين، همتنا بتزيد بالدعاء. يحيى المسجد الأقصى، يحيى المسجد الأقصى. نسمع العالم كله أننا نفوض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي الأمن القومي المصري، والتي تحمي التراب الوطني المصري، والتي تحمي فلسطين. فلسطين نهتف معا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا فلسطين، تحيا فلسطين حرة عربية، تحيا فلسطين. يحيى المسجد الأقصى. ندعم جميعا ونتوحد ونصطف صفا واحدا خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلف قواتنا المسلحة. نعلن للدنيا أن الشعب المصري بأكمله صف واحد في ظهر قيادته، لنكون صفا واحدا في ظهر أشقائنا في فلسطين. بالأمس يريد أن يستولي على المسجد الأقصى، وبالأمس يقصف فيها الأبرياء، وبالأمس يرفض كنيسة، يقصف كنيسة لشقيق المسيحي. نحن معا ضد الاستيلاء على المسجد الأقصى، ضد قصف المستشفيات. نحن معا سندخل المساعدات إلى إخواننا وأشقائنا في غزة رغم أن في العالم كله. تحيا مصر، تحيا مصر.
تحيا فلسطين. ارفعوا معي ايديكم الى الله. يا الله يا الله يا الله يا الله انصر فلسطين، انصر الحق على الباطل، انصر غزة، انصر المسجد الاقصى، انصر مصر وجيشها العظيم، انصرنا على عدونا، احفظ بلادنا واوطاننا، احفظ مصر وفلسطين والاردن، احفظ مصر وفلسطين والاردن. يا الله يا الله يا الله يا الله انصرنا بنصرك يا ناصر يا ناصر اهل الحق المبين. اهزم عدونا الماكر اللئيم، انزل قهرك بعدونا السفون يا رب العالمين. انصر فلسطين بنصرك، اغث اشقاءنا بغوثك. جني نردد مرة أخرى حتى نختم الكلام. تحيا مصر. يحيا الجيش المصري. تحيا فلسطين. تحيا الأردن. يحيا جيش مصر العظيم. نفوض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كافة الإجراءات التي يحمي بها أرض الوطن والتي يحمي بها الأشقاء في فلسطين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى الله على سيدنا محمد. لسه كابتن عاشور شادي عارف طويل المعالي الجميلة التي تفوه بها امامي اخي فضيلة الشيخ الدكتور اسامة الازهري. ليس بعد الكلام كلام، وانما مشاعر مشتركة نرفعها سويا. يدي في يد فضيلة الشيخ. اعلى انت مش هتقول اي حاجة. يدي في يد فضيلة الشيخ ونقول تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. كل شعب مصر يا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفوضك في هذه اللحظة التاريخية لكي تحمي العروبة وتحمي مصر وتحمي الأمن القومي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تراها كفيلة للدفاع عن أمن القوم. وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. بنرددها جيل ورا جيل. تسقط تسقط تل أبيب. تسقط تل أبيب. بسوا والله العظيم بسوا. بسوا. يسقط مشروع التهجير. يا فلسطين الناس تنزل. الرجاء التنبيه المنصة هتقع الناس تتفضل. الرجاء المنصة. الرجاء من استاذ الفاضل. من فوقنا من سابع سما شاهد على الاحداث، وانفت سنين قصتنا عايشه محفوظه وسط الناس. بطل تعيش وتضحي لاجل الحلم والاجيال، ولاجل ارض اختارها رب ما يمسهاش خناس. عايزين يصفوا حلم امه بتحلموا لسنين، ويفرقوا الشمل اللي ما يقدر عليه القادرين. الارض ارض عالمها حر واسمها فلسطين. الله يعينكم على الطريق النصر جاي اكيد. يا
صغرنا يتقال لنا احفظ عدوك صم، وانت الازاه في ليل عليك قلب نهار وغم. انت الاحق والقوي حتى شلت الهم، بايدينا نمشي لك بلاد اخوات ونفس الدم. كلمتنا واسطه للسماء مسمعين، همتنا بتزيد بالدعاء فمرددين، حالفين لا ترجع ارضنا. قولوا امين، قولوا امين، قولوا امين. كلمتنا واسطه للسماء مسمعين، شلت